هاي جايز، دايرين؟ لبست عليكم مزيان. المهم صباح الخير. في هذا الفلوج غادي نديرو get ready with me، اللي هو تجهزوا معي. فهذا النهار هو نهار ديال الاسبوع. اول حاجه المهم غادي ندوش بيان سور، غادي نشد الزيوت بما انه غادي ندوش. مراها غادي نحيدو المستاش. المهم بلان نحيدو المستاش، مراها نمشيو ندوشو. غادي ندير قوماج، وغادي كنت عوالة ندوش في الحمام. شحال هادي مدوش في الحمام من العام اللي داز اكثر، ولكن عجزت. المهم انا كنعجزت، حتى المره اللي دازت كنت باغي ندوش في الحمام وعجزت. ف انا كنعجز نمشي للحمام، حيت داك قوت الزوجد داك الوقت اللي غنضيعو غير في التوجد نقدر ندوش فيه ونخرج وصافي، ولكن الحمام زوين مع ذلك. المهم وغادي ندوش، مورها غنصايب شعري وصافي. هادشي اللي كان، نصايب شعري مورها غادي صافي نوجد راسي وراي. I'm so excited. متحمسة بزاف، ويا ربي ربي يدوز داك الشيء زوين ونشطحو ونشطو بزاف. صراحة عندي بزاف ديال الطاقة السلبية اللي باغي نخرجها. باي ذا واي، البارح كان غلب المنتخب، تأهلنا صافي. أنا دابا ما كنطلب منهم حتى شي حاجة، صافي تأهلوا صافي. غير كل ما كنتش فيها شي عقوبة أننا منلعبوش الماتش الجاي، بلا ما نلعبو خير شوف حالاتهم. حنا تأهلنا، كنت كنتمنى قبل ما يبداو هادشي. مهم شحال هادي كنت كنقول غير يطلعوا غير الدور الاول، ياك هذا هو الدور الاول. مهم هاد الدور يعني الموالي. صافي صافي، انا دابا ما عندي من المنتخب حتى حاجه صافي. والبارح فرغت شويه ديال الطاقه السلبيه بغواز البيوتا والنشاط، وخرجنا برا. المهم نوريكم هاد الفيديو هذا. هذا كانت مقلوبة، الناس بقاو تلت تسعود ديال الليل، النشاط بالضحك وكل شيء هكا. الحمد لله، ما زعما الامن حاجه واعره، حاجه واعره بزاف. البوليس مساكن الله يسهل عليهم، كنتمنى كنشوفهم كنفرحوا حق الله. وصراحه الناس منظمين، زعما ماشي يقدر يكون هو ما منظمش ولا هو ما مزيانش، ولكن البارح حيتاش كان فرحان داك الانسان كان مزيان وكان كيتعامل مزيان وبلطف وكنا مهم داك الشيء رائع وفرحنا الحمد لله. فرغت شويه ديال الطاقه السلبيه، ودابا عاوتاني غنفرغ ان شاء الله. يا ربي يا ربي نفرغ بزاف ديال الطاقه السلبيه اللي باقيه لي. ان شاء الله نبداو من جديد، نبداو بانتعاش وحاليا اول حاجه. المهم صافي صافي، تبارك الهضره. صراحة ما عرفتش ندير بزاف بالخيط، ولكن المهم نقص ما بقاش داك الشوه اللي كانت قبيله، ماشي القبيلات اللي كانت زعما. صافي هادشي اللي كاين من ناحيه ديال الصعوبات. صراحه مازال عاد خاصني ندير، ما عرفتش واش ندير رجليا ولا لا. المهم
ايه غانا سي حتى من بعد نفكروا نشوفوك غنلبسوا داك القفطان نشوف واش غادي يبان شي انا ما كنتش غيبان ما كاين لاش معنى المره نوري ان رجليا صافي هادشي اللي كاين نمشي ندوش الشامبان اللي كندير دابا يلاه المره الجايه في هاد المره هادي الصراحه كنت بزاف الشامبان ما عرفتش غير مستف اللي انا كنت شي 15 لواحد يمكن مهم ما عرفتش التاثير ديال شعري شويه الحرق من التحت انا ديما كيتحرق لي شعري من التحت واخا ملي كنت كندير غير شامبان واحد صاو يعني ما كيهمش المهم سمعت باللي خاص تبقى تبدل شامبان كل 3 شهور ولا كل ما عرفت شحال حيتاش باش صافي خاصكم تبدلوه صافي ما نعرفش اللي باقي اخر واحد كنت كندير في واحد النقطه لقينا باقي كيشلوه والله ما عجلوش واعر 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 ريحتو واعره وكتبقى بزاف بزاف المهم انا انا عجبني بزاف كنت حقره كاين واحد كاين واحد في القهوي في المارو قبيح عنده واحد الريحه من الرجال اللي كيجيني هذاك ما زوينش هذا واعر رجال انتي واعر صراحه ماما كخرج لها الطبيب و واعر الريحه ديالو واعره غير هو اي جل انتي ما خصكمش تكثروا منه بزاف ما قلت ما مزيانش تكثر منه بزاف المهم هذا واعر ريحته واو 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 بحق الله توقع ناري غادي تعرفوا شنو هو وانت ما تعرفوا شنو هو شنو كتوقع كراميل صابون البلدي of course we cannot take a shower without صابون البلدي as Moroccans ولكن ماما اش دارت راه براسها she is genius ماما خطيرة وصافي هادشي اللي كاين صراحه كان انا كيحمقني الغاسول ولكن صراحه ما كاينش طلعت لتازا الفوق ونسيت ما نشري كنت باغي نشري هو وشيد الاعشاب ونسيت ملي تنطلع مره اخرى نعاود نشريهم وصافي ذات سيت اي كاس من الحل هذه نشوف شنو فيها كل اخواتي كيديروا حيت ما كنديرش بزاف مهمه هما اللي كيديروا ايوا صراحه درت بزاف ولكن ما عليك كنديروا انا دابا استفدت هادشي بحال هكا هنايا داكشي ديال العينين فين ما داكشي ديال العينين هنا الهايلايت داكشي ديال اي شادو هادي عاد خديتها بامال زوينه ما بيهاش هادي ديال الهايلايتر هادو الفونديشنز ماشي كاملين غنديرهم بيان سور جبتهم هادو اللي كيدار قبل الفونديشن كونتور هنايا داكشي ديال العينين هنايا العكاكر وهنايا هذا اللي قرب يتسالون وهنايا الاكسسوارز اللي ما عنديش اصلا بزاف فذات سيت هذا سكين كير مهم حيدته هذه كنت باغي نفزقها عجزت ما غاديش نفزقها صافي غندير بها هكا كل عندي غير بيدي كاع and that's it let's just get started صراحه دابا راني كنحط تليفوني تشارجا ونولي نهزو نحيدو ونصور به ونولي نردو وصافي
هادي عندي واحدة أخرى منها، ولكن هذه هي الحقيقية. مهم حقيقية عقلي اللي فيها النقطة، ماشي اللي فيها واحد هنا مربع. هذه هي الحقيقية، الأخرى قبيحة بزاف وكتلصق وكت كت كت تلخر كتولي يعني كتفزق العين، يعني الا رمشتي ما كتنشفش دغيا وما زوينش، ما كطلعش الشفار، ماشي بحال هادي واعره وصافي. ذات ثلاث جي ستارتد صراحه بديت قبل، ولكن انا عارف غادي يلحقوا عليا وغادي يسبقوني حيت انا كنتعطل بزاف. يلا 1 2 3 go. And this is the outfit of the vlog. I did my nails by the way. Ta-da. مش عادي الدم زعما، راه غير لصقت الضفار ودرت هادو ودرت هذا وصافي. شوف معليش يبانو عينيا، خصني نحيد الفلاش. مهم دي اوند اوتفيت او غادي نطيح. هو هذا جاي فين القفطان؟ جاي فين من القدام تملور بس انفورتونيتلي ما شغل عينيا صراحه ما كيبانوش. مهم قهوي من فوق واحد شويه ديال الاحمر وفوق بزاف ديال البريون. What do you think؟ كي جاتني المهم غندير لكم انسبيريشن هنايا منين خديت الانسبو. And yes this is my hair, this is my lips. درت لهم احمر فاقع. And the end results, what do you think؟ مهم ما كاين غير الحيحه ان شاء الله يا ربي. ايوا اه هذا حيتاش البرد بيان سور ترى. باي سي يو ان القاعة. مهم تنشوفكم تما كاع ما تكونش في القاعة، ما مانيش تكون هنا يلا حتى الدار. ايوا عاد غادي نمشيو للقاعة. We need some time. بس حبت لكم الحياة بسهولة. عاد نركبوا في التاكسي.
بعد ما فوجنا وصحنا الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير صافي رجعت للدار كا وما قدرتش نصور اصلا تليفوني كان طافي جيت مسحت الميك اب تحت كاو صافي هادشي اللي كاين كنتمنى يكون عجبكم الفلوق